مساء الورد. النهاردة هنكمل كلامنا عن أحدث طرق علاج تأخر الإنجاب، وطبعا كل زوجين شباب صغيرين أو كبار في السن مقبلين على عملية الحقن المجهري اللي يساعدهم على أنه ينجبوا. هنعرف النهاردة إزاي نحضرهم، إيه المطلوب لتحضيرهم، مع ضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة في مساء الورد، الأستاذ الدكتور عبد اللطيف السويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، وهو طبعا رئيس مجلس إدارة مركز نور الحياة. نورتيني وشرفتيني. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا فندم. أنا حبيت أقول إنه مش بس الصغيرين، حتى طبعًا الكبير في طبعًا السن واتجوز طبعًا وقال أنا هخش أعمل حق مجهري طبعًا، ما هي الاستعدادات المطلوبة؟ هو طبعا إن شاء الله ربنا يوفق الجميع. الاستعدادات المطلوبة لازم فحوصات للزوجة وفحوصات للزوج. هنمسك الزوجة الأول، خدنا تاريخ المرض بتاعها، اتنين عملنا لها فحص كلينيكي وفحص بالموجات فوق الصوتية عشان نشوف كل كبيرة وصغيرة، فبدأنا نبقى عارفين، عملنا التحليلات الهامة اللي هي من فيروسات، من نستبعد وجود سكر، نستبعد وجود أنيميا، نعمل تحليل هرمونات اللي مرتبطة بعملية الإنجاب، وبعدين بنعمل تحليلات للغدة النخامية، ونعمل برضو تحليلات للأجسام المضادة. لأنه إيه يعني الأجسام المضادة؟ الأجسام المضادة دي حاجات كثيرة جدا في جسم الإنسان، اللي هو الجهاز المناعي. قد يكون الجهاز المناعي بيهاجم، لأنه هو في الجنين ده عبارة عن إيه؟ الجنين ده عبارة عن الأب والأم. الأب والأم، الأب ده مختلف، بقى بروتين مختلف عن الأم، فبقى في الجنين ده بقى جسم غريب بالنسبة للأم، فهتيجي يحاربوه. بالظبط، هيجوا يحاربوه طبعا، فلازم نستبعد كده. أيوة، لأنه ممكن نحط والأجسام المضادة دي تهاجم هذا الجنين وتؤدي إلى فشل الحقن المجهري، ويبقى ده سبب من أسباب تكرار فشل الحقن المجهري. طبعا الأجسام المضادة موضوع كبير جدا، وموضوع ما زال في له أبحاث كثيرة، لكن متطور الجهاز المناعي وهكذا. ده أنت بتتكلم ستات، ولاني أنا متعصبة فامينيست، تأمري عايزين الرجالة متعصب برضو كمان للستات. متعصب للستات طبعًا. أشكرك طبعًا. وأنا أقول طبعًا أنا بحبك ليه طبعًا حبيبتي. عايزين نعرف الراجل أيضًا، مش بس الست اللي هي في حالة تأخر إنجاب، عنده لستة فحوصات لازم تتعمل. الفحوصات بتاعته، أول حاجة السائل المنوي، وعلى حسب السائل المنوي لما بيطلع بنبدأ نقرر إذا الراجل ده هيتعمل له تحليل لاختبار مقدرة أو المقدرة الإخصابية للحيوان المنوي. نعم، لأن الحيوان المنوي ده فيها في دي إن إيه، هذا الدي إن إيه هو اللي يعني يلتحم مع الدي إن إيه بتاع البويضة، وبعدين يكونوا الجنين المشترك، الدي إن إيه الجديد المشترك. بالظبط كده، الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي احيانا في بعض الامراض وفي بعض الرجاله يبقى في نسبه تشوهات عاليه او تكسير عالي. نعم، فلابد ان احنا نعالجه الاول، او نشوف طريقه ناخد بها الحيوان المنوي، علشان في بعض الاحيان نضطر ان احنا ناخد الحيوان المنوي من الخصيه عشان نبعد عن مسألة الدي ان ايه فراجمنتيشن، اللي هو التكسير بتاع الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي، عشان عملية الإخصاب تبقى كويسة ونسبة الحمل تاخده من المنبع تزيد. بقى بعيدا عن اي تشويهات ممكن او تلوثات اخرى في الطريق وهو طالع، قد تؤدي الى تكسير في الدي ان ايه بتاعه. مين اللي تقول لها تفضلي انت عايزة حقن مجهري ضروري، ومين اللي تقول لها لا مش عايزة؟ هنا هنمسكها واحدة 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 واحدة. لو هي مشكلة في الأنابيب، نعم، واتعملت هذه المشكلة، اتعملت عمليات فيها إصلاح وما فيش نتيجة، لا لازم
لو الأنابيب دي فيها مقفولة وفيها مية سائل لازم حقن مجهري، ولازم الحالة دي الحالة الوحيدة، وأنا بقولها للناس هي الحالة الوحيدة اللي نقدر اللي قبل لما نعمل حقن مجهري لازم أفصل الأنابيب عن الرحم إذا كان موجود سائل في الأنابيب. لكن مجرد انسداد في الأنابيب بدون سائل ده لا يستوجب أن أنا أشيل الأنابيب بتاتا. لو في واحدة عندها تكيس في المبيضين وعد عليها 3 سنين سنتين 3 بالمنشطات ومفيش نتيجة ده أكيد هتعمل حقن مجهري. أو واحدة بقالها فترة 3-4 سنين بدون أي مشكلة لعندها ولا عند جوزها يبقى دي عامل لها حقن مجهري. يبقى إذن ممكن تبقى في مشكلة في المبيض، مشاكل في الأنبوبة، أو مشاكل في الرحم، دي في التحضير هنقول عليها، ولكن دي هنعمل لها حقن مجهري. الرجل بقى لو عنده مشكلة في عدد الحيوانات المنوية، حركة الحيوانات المنوية، نسب التشوهات بتاعت الحيوانات المنوية عالية، كله بيتم علاجه في المركز بالظبط بدون أي مشاكل. الأول بياخد علاج 3 شهور كمان. إذا ما فيش تحسن أرجوكوا يا ناس، المماطلة في ده بيؤدي إلى بتضيع على زوجتك فرصة إن هي سنها بيكبر وانت عمال تروح للدكاترة عشان تاخد أدوية، والأدوية دي ما جابتش نتيجة بالكتير سنة وما فيش نتيجة. لا ما ينفعش. فين الجرأة عند الراجل اللي يعترف؟ لا ده لازم انه هو السبب بتأخر الحمل، هو الدكتور لازم يقول له كده، لازم يقول الحقيقة، لازم. وما فيش حد يروح للدكتور غير هو ومراته مع بعض. انت كده يعني زي ما بقول سحبتني للمنطقة اللي انا عايزة اتكلم عنها. ايه الاجراءات اللي لازم يعملوها الراجل والست؟ اولا لازم يجوا مع بعض، مع بعض ده لازم، ويخضعوا بالظبط ويعرفوا كل واحد عند التاني في مشاكل في ايه. وبعدين ده مش عشان بنحاكم ده او بنحاكم دي، لا احنا علشان نعرف المشكله فين ونعالجها، مش عشان نرجح كفه مين على مين. لا بالعكس، لازم نعرف المشكله فين ونعالجها ونفهم الزوج والزوجه ايه الخطوات اللي هتتعمل، لانه دي شركه لابد ان هي تمشي على اسس سليم. صح دكتور سويلم، حضرتك وانت بتتكلم اتكلمت عن ازاي نقدر ننشط المبايض. فرط التنشيط للمبايض يعني الحدوته بتاعته، الخطوره ايه؟ هو ده فرط التنشيط في المبيضين ده من الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش قوي. ليه؟ لانه مشاكلها يعني ايه فرط التنشيط؟ يعني المبيض ده طلع بويضات كتير جدا جدا. المبيض ده لما يطلع بويضات كثيره جدا، هذه بيطلع في بعض العوامل اللي بنسميها جروس فاكتورز، دي بتؤدي الى ارتشاح في البطن وممكن ارتشاح في الرئتين، وقد يؤدي الى دخول المريضه الى الرعايه المركزه. خلينا نشرح لهم للناس كده بالبلدي، الارتشاح يعني ميه يعني في البطن او ميه في الرئتين. المبايض المفرط ممكن يعمل ممكن ميه ويدخلك طبعا ويدخلنا في موال تاني خالص. يا لطيف. وده قعد مده كبيره جدا مشكله بالنسبه لنا. دلوقتي لا، بقى في حاجه اسمها انت بتدي تنشيط للمبيض، هل التنشيط ده بيتاخد لكل الستات؟ يعني مثلا 10، هل حد ال10 نفس الجرعات ونفس الخطة ونفس ونفس ونفس؟ لا، ده بقى في حاجة اسمها individualization. يعني ايه؟ الفردية. كل فرد بفصل له حالته بالظبط، بفصل لك الدواء بتاعك. الله. بناء على ايه؟ تعتمد على البودي ماس اندكس اللي هو معدل الوزن والطول، يعتمد على التاريخ التنشيط اللي قبل كده، يعتمد على عدد البويضات اللي في المبيض، يعتمد على مخزون المبيض. كل دي كلها عوامل وتؤدي الى ان انا اقول لا دي هينفعها الدواء الفلاني، دي هينفعها الدواء الفلاني، وبالتالي بنرسم الخريطة بتاعتها وطريقة البروتوكولات بتاعت التنشيط
اصل هو برضو دلوقتي العملية اختلفت. اختلفت ايه؟ احنا كنا زمان بننشط طلع بويضات، وكان في اعتقاد كده كل ما يطلع 3 4 بويضات يبقى افضل لانه هم دول اصلح بويضاته كده. لا ده هو بقى هي مش عملية حقن مجاري، طلعنا بويضة طلعنا جنين حطينا الجنين لأول مرة وخلاص. لا ده هي واحسب نسب النجاح على كده. لا نسب النجاح بقى اسمها نسبة النجاح التجميعية اللي هو ايوه accumulative pregnancy rate، اللي هو بطلع وانسب عدد بويضات من 10 ل 15 بويضة. ماشي. جميل. ممكن جميل. يبقى 20 بويضة. ليه بقى الفكرة؟ لانه الاجنة دي هيطلع عندي 10 15 جنين. ال 10 15 جنين ده انا اديتها تنشيط مرة واحدة وخلاص. نقلت، نفترض ربنا ما اردش وما حصلش حمل من اول مرة. بقى عندي مرتين ثلاثة موجودين عندي مجمدين. الله الله. فلما الله. نقلها. الله. بقى عندي حملت. فلما دي تحمل اقول ده نسبة الحمل عندي كذا، لانه بحسبها من المرة الواحدة، بدي تنشيط مرة واحدة وجمد. اتس ادفانس، ده الجديد يعني طبعا. احنا سمعنا عن الحالات دي طبعا. القديمة بس ده الجديد. طب انا حصل حالة الحمل عندي، حضرتك بتتابعهم ازاي للحالات الحمل اللي هم بالحقن المجهري؟ هو طبعا لازم هتاخد ادوية معينة، في ادوية، ولازم في عندي حاجة اسمها هاي ريسك بريجننسي اللي هو الحمل شديد المخاطرة. ده جنين بريشس سمين يعني لازم نحافظ عليه، فلازم اكيد متابعة حمل لصيقة من ضغط ومن تحاليل ومن متابعة بالموجات الصوتية وموجات صوتية رباعية الابعاد، وحتى بنعمل دوبلر للجنين اللي هو قياس التدفق الدم للجنين علشان نحافظ عليه، والأم تاخد التعليمات السليمة، ولو في أي حاجة حصلت عندها لازم تتصل بالمركز علشان تتابع، والولادة لازم الولادة تبقى بطريقة معينة طبعا. في الحالة دي انت قلت جملة حلوة قوي، the precious. Precious. ده جنين بقى غالي جدا. جدا جدا طبعا. يبقى صعب ويبقى مستنيين فعايز الواحد يتابعه. طبعا. الست والحمد لله ربنا اكرمها بفعل الطب وتقدم العلم في معاها اكتر من جنين. انتوا بتراقبوا الاجنة دي، بتختاروا لو في عندها لا سمح الله جنين منهم عنده عاهة عنده تشوه. أيوه. تعملوا ازاي بتفصلوهم؟ هل يعني اذا شلت واحدة منهم بتأثر على التلاتة يعني التانين؟ بعد ما يكون في جوه البطن ولا وهو عندي؟ هو عندك في الحضانة بتقدر تفصل براحتك. بفصل براحتي. لانه كل جنين له مكان معين وبرقم معين، باخد عينة من الخلية وابعتها معمل وراثة تتحلل وراثيا يعني الجنين ده كويس، فيها امراض وراثية ما فيهاش تشوهات بالظبط، حول الجنين نمرة واحد. لا ده جالي من معمل وراثة جنين نمرة واحد ما تنقلوش، مش هنقله. جنين نمرة اتنين لا ده هنقله بالظبط كده. فانقل الجنين السليم. هو بره برضو لانه احنا عندنا معلومات مغلوطة. وهي ايه؟ ان هو كل ما تزود في عدد الاجنة كل ما يبقى الحمل اكتر. لا طبعا، لا طبعا، او نسبة الحمل اكتر. وبره برضو الحمل التوأمي بيعتبروه مش ميزة، مش ميزة، لانه مشاكل الحمل التوأمي اثناء المتابعة بتبقى كتير. فعلشان كده هم هناك لما بينقلوا جنين واحد بس عاملين عليه كل الفحوصات، كل التركيز وكل الفحوصات اللازمة. بالظبط. هو في كمان مفهوم شائع طالما اتكلمت عن التوأمة، انه لما يبقى توأم يبقى في واحد يعني ضعيف، واحد بياخد من واحد. بالظبط. ده ممكن يكون حقيقي؟ ده ممكن طبعا. يا لطيف. ده ممكن يحدث لو في اتصال بالشريان ما بين الجنينين، ممكن واحد ياكل التاني فعلا. طب ايه الجديد في المركز نور الحياة؟ ايه هو اللي يختلف؟ يعني انا شفت وسمعت حاجات جميلة منك، يعني حاجات كأنها سحر، يعني بقينا كأنه منخش كده نقول لا ده ده لا ده احسن ده. ما كنتش متصورة نوصل
بالنسبة لهذه المرحلة يعني العظيمة. يعني تقنية التحليل الوراثي دي من التقنيات العالية اللي بتتعمل وليها حرفية معينة، لأنه ممكن اللي بياخد عينة من الجنين ممكن يبوظ هذا الجنين وما ينفعش ولا يصلح. فلازم الدقة في أخذ هذه العينة. يعني أجهزة الليزر اللي احنا بناخد بيها موجودة في المركز عندنا. الحاجة التانية كل التحليلات اللي بتتعمل، طريقة التجميد بتاعت الأجنة، بحيث كان زمان التجميد ده مثلا جمدنا 5 أجنة نيجي نفك ممكن نلاقي 5 ماتوا. ازاي بقى؟ عشان كان يفسد الهواء أو كانت طريقة التجميد مش مظبوطة بأجهزة معينة. لكن دلوقتي لا، التجميد أنا 5 بلاقيهم بفك، ألاقيهم ممكن 5، ألاقيهم 4 وكأنهم فرش. عشان كده نسب الحمل زادت قوي قوي قوي. أنا مش عارفة أوصف لك فرحتي. أنت بتدي أمل لناس يعني طبعاً. بالنسبة ليهم البيبي ده طبعاً. بيبقى هو بهجة وهو طبعاً. اللي بيوصلهم ببعض. نور الحياة. نور الحياة. نور الحياة. أنت جبت السلوجن الصح. أنت جبت السلوجن الصح. طب أنا ست رحت وجربت وعملت الحقن المجهري وفشلت، إمتى أرجع أكرر هذا الحقن؟ لو أنا عندي أجنة مجمدة بتتكرر، بنقل المجمد. يعني أول مرة مفيش مشكلة. برضو أنا عايز أفهم الناس إنه مش معنى إنه حصل مفيش حمل من أول مرة يبقى الأجنة اللي موجودة مجمدة عندي ما هي دي زي دي. لا طبعا، لا خالص. لا، انقل المجمد مرة واثنين وحتى ثلاثة يتنقل المجمد. لو عندك أجنة مجمدة ومطلعة بويضات وأجنة كويسة، دي هتزود لك نسب الحمل أو هتعيديها من تاني. لو في أي مشكلة لابد إن احنا نتلافاها. طيب لو واحدة عملت في أكتر من مكان، أيوة، وعملت 3 مرات 4 مرات نشوف إيه الناقص ونعمله من تحليلات بداية، ثم أنصح بعمل التحليل الوراثي للأجنة. وبرضو اللي احنا سميناها الكروموزومات. الكروموزومات، ايوة بالظبط. وبيتعمل تحليل انا بنقل الجنين جوه بطانة الرحم. بطانة الرحم دي بيتفتح فيها بيسموه ويندو. ويندو، شباك. شباك. الشباك ده لو حطيت الجنين في الوقت ده يبقى هيمسك وهيحصل حمل. لو اتقفل الشباك خلاص كل واحدة لها ويندو في الدورة دي. فبيتحدد بتحليلات ليها، بس للأسف التحليلات دي لازم نبعتها برا ونحدد نقول الويندو بتاع دي امتى. يبقى ده هنقله في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية هنقل لها الجنين ده. ده بيزود لي نسب الحمل. بس ده بيتعمل لمين؟ للحالات بتاعت تكرار فشل الحقن المجهري. تمام. احيانا برضو احنا قلنا التحليلات المناعية وبدأ يبقى في تقدم فيها. التحليلات المناعية دي احنا قلنا ده جسم غريب ممكن الجسم يهاجمه، كأنه عضو اتزرع مثلا كبد او مثلا واحد زرع كلى، بياخد أدوية مثبطة للجهاز المناعي عشان ما تهاجمش الكلى ولا الكبد. كذلك برضو في بنديها الأدوية دي، بس دي ما زالت لسه في البداية ولكن جايبة نتائج كويسة بالنسبة لارتفاع نسبة الحمل. إن شاء الله تقدر شاء تسعد الله. أكبر عدد من الناس اللي هم راغبين في الإنجاب وإنشاء عيلة. أنت دايما بتنورني، بتسعدني، بتديني أمل لي ولكل اللي بيتابعوني في مثل ورد على المحور. كان معايا ومعاكم الأستاذ الدكتور عبد اللطيف السويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة مركز نور الحياة. نورتيني. ده نور يا فندم. ومساء الورد. مساء الورد اهو القفلة مع حضرتك. حضرتك قولها، قول حضرتك مساء الورد.